السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بحلول هذه السنة تكون قد مرت 41 سنة على تحرير الرهائن الأمريكيين 52 الذين احتجزوا في إيران لمدة 444 يوما. هي مناسبة يستذكر من خلالها الأمريكيون الدور البارز للدبلوماسية الجزائرية في حل أعقد الأزمات في ذاك الفترة وبشكل سلمي عبر وساطة شاقة انتهت بالإفراج عن الرهائن. ومن هنا توطدت العلاقة بين واشنطن والجزائر. في برنامج من الجزائر لعدد اليوم نقف عند تصريحات السفيرة الأمريكية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيث مور أوبين التي تم اعتمادها بعدما قامت بتسليم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية أمس، حيث تحدث عن سعي البلدة لضمان الاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. في المحور الثاني نقاشنا سنكون حول ندرة تساقط الأمطار وانعكاساتها على أزمة الغذاء في القارة الإفريقية. لمناقشة كل هذا أسعد باستضافة الضيفين الكريمين. عن يميني الأستاذ عبد الرحمن جعفر الكناني محلل سياسي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. وعن يساري الأستاذ أحمد الحيدوسي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، مرحبا بك. أهلا بك. شكرا سيدي غا. شكرا. وعبر سكايب أسعد باستضافة الأستاذ بروفيسور ولد الصديق ميلود أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سعيدة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولضيفيك العزيزين. شكرا على تلبية الدعوة. بداية أبدأ معك الأستاذ الكناني. بالنسبة أولا اهتمام واشنطن في العلاقات الجزائرية الأمريكية ضاربة في التاريخ وتعود إلى كما ذكرت في المستهل إلى قضية تحرير الرهائن، هل بإمكانكم عودة ولو يعني باختصار بلمحة عن هذه القضية الثنائية بين البلدين؟ العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر تعتبر علاقة تاريخية، وإن كان هناك نوع من التقارب وهناك نوع من التفاهم على مجمل القضايا، لكن أيضا هناك بعض القضايا التي يتم وضعها في إطار العلاقات المعقدة. لكن العلاقات الثنائية بين البلدين لها جوانب إيجابية تقريبا منذ بدء ثورة التحرير الجزائرية. فكلنا يعرف دور الرئيس الراحل جون كينيدي في دعم هذه الثورة، حتى عندما كان عضوا في الكونغرس الأمريكي، وتعزز هذا الموقف الأمريكي المساند لثورة التحرير الجزائرية عندما أصبح الرئيس جون كينيدي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكرم كذلك من قبل الجزائر عرفانا لمواقفه المشرفة تجاه الجزائر بأن أطلق اسم الرئيس جون كينيدي على أحد أهم الساحات في العاصمة الجزائرية، فضلا عن أنه أمريكا كذلك كان لها السبق في تخليد أو في تجسيد الحضور الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القس أو الراهب المسيحي من أصول جزائرية أغسطس، إطلاق اسمه على أحد الولايات الأمريكية، وكذلك تخليد الأمير الراحل عبد القادر بلدة كاملة يعني باسم الأمير ومدينة القادر كذلك مدينة القادر تسمى بهذا الاسم. تسلسلت وتطورت العلاقات الأمريكية الجزائرية، لكن كانت هناك نقطة تراجع حصلت على مستوى العلاقات الثنائية في عام 1967 بعد ما يعرف بنكسة جوان، يعني الاحتلال الإسرائيلي للجولان ولسيناء ولمدن والضفة الغربية والقدس كذلك. هذا أدى إلى يعني الجزائر اتخذت موقف عربي موحد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية،
أعيدت العلاقات في زمن الرئيس الراحل هواري بومدين في عام 1974 في زيارة تعد هي تقريبا الأولى من نوعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس بدأت العلاقات. حين تحدث الرئيس بومدين عن ما يسمى في العراق، يعني في العراق، عن أتريدون، قال لهم أتريدون إسرائيل ثانية، يعني في الوطن العربي، لما كانت خلافات بين كان الالتزام الجزائري بمجمل القضايا العربية، يعني بما في مقدمته طبعا القضية الفلسطينية، وحتى قضية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لما يعرف بقضية الأقليات والمطالبة بتقسيم البلدان على الأساس العرقي أو على الأساس القومي. وبالضبط هنا إشارة إلى ما كان يحصل في العراق من تمرد كردي يسعى إلى فصل المنطقة الشمالية عن الأرض العراقية. طبعا كذلك سبقتها زيارة الرئيس الراحل كذلك يعني بعد ثورة التحرير، بعد انتصار ثورة التحرير الجزائرية، الرئيس بن بلا أيضا زار الولايات المتحدة الأمريكية. حتى كانت الزيارة يعني وقعت في ظل إشكالية كبرى، يعني احتدام الصراع ما بين المعسكرين الشرقي والغربي. هي نعرف أنه بالصدفة تزامنت مع قضية الصواريخ الروسية، صواريخ الاتحاد السوفيتي في كوبا تحديدا. يعني المهم يعني تطورت العلاقات الأمريكية الجزائرية فيما بعد. لكنه علينا هنا أن نشير أن علاقة الدولة الجزائرية مع الولايات المتحدة الأمريكية توصف بأنها علاقة ندية، وهذه العلاقة الندية طبعا قائمة على أساس التكافؤ أولا، وبنفس الوقت على أساس الاتفاقيات التي تحترم سيادة البلدين. وهذه الاتفاقيات عززت الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، يعني في مقدمتها طبعا المجالات الاقتصادية والمجالات الطاقوية، وكذلك حتى المجالات التعليمية والمجالات العلمية، ووصلت في مرحلة من المراحل حتى إلى حد التعاون العسكري ما بين البلدين. وطبعا في نفس الوقت علينا أن نذكر على شكل ومضات أن الجزائر وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث 1 سبتمبر 2001، الهجمة الإرهابية الشهيرة. الجزائر دعمت الموقف الأمريكي. فيما بعد أن هناك نوع من الشراكة التي تعد شراكة استراتيجية مهمة تؤكد عمق الدور الجزائري وقدرة الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب، لأن هناك فعلا شراكة أمريكية جزائرية في مكافحة الإرهاب. شكرا سلكيني. في هذه النقطة أحيل سؤالي إلى البروفيسور ولد الصديق. أستاذ ولد الصديق، نعم، بالنسبة نعود إلى تصريحات السفيرة الأمريكية المعتمدة في الجزائر. هي تحدثت عن أولا المصلحة المشتركة بين البلدين وتعزيز العلاقات في قضية الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. أولا بداية خلينا نذكر أنه هي ذكرت أكثر في قضية تمتين هذه العلاقات، ذكرت بالتاريخ القديم سنة 1795 لما تم إمضاء اتفاقية معاهدة السلم والصداقة في الجزائر العاصمة آنذاك، يعني عادت للتاريخ القديم لحماية الأسطول البحري الأمريكي، يعني في البحر المتوسط. نعم، في الحقيقة أن أوبين التي هي السفيرة الحالية الحديثة للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر كانت قد صرحت في الصيف الفائت حينما تم عرضها على مجلس الشيوخ الأمريكي، عفوا على مجلس العلاقات الدولية في مجلس، نعم، في مجلس الشيوخ الأمريكي، حينما تم سؤلها حول وظيفتها الجديدة باعتبارها سفيرة، وكانت لها خلفية، على الأقل خلفية تاريخية ثقافية اقتصادية حول البيئة الجزائرية باعتبارها كانت رئيس بعثة بين سنتي 2011-2014. أجابت أن بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر الكثير من أواصر الصداقة تضرب أعماقها في التاريخ. بعض من ذلك أشار إليه الأستاذ بداية مشكورا،
والبعض الذي أشرت إليه أن الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف هي أول دولة اعترفت باستقلال الجزائر، حتى قبل الاستقلال يعني في 3 جويليا 1962، هذا أكيد بداية. ونعلم جيدا أن الجزائر باعتبارها دولة محورية في تلك الفترة قبيل وبعيد أن أصبحت كجزء من الدول العثمانية، كانت تعتبر الأسطول الأول والأكبر في البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال هناك شيء من الود تحفظه الجزائر لأمريكا، وكثير من التعاون الاستراتيجي الذي كان في بدايات أي بعيدة أو قبيل أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من عزلتها الأولى وهي عزلة النهضة في وقت مونرو. أريد أن أشير ضمن هذا الإطار وكمواصل للحديث حول العلاقات الأمريكية الجزائرية، أولا يمكن حصر المسألة في جزئيتين أساسيتين. الجزئية الأولى أن الجزائر هي دولة مفتاح في منطقة شمال إفريقيا، وهي دولة مشاطئة لإفريقيا السوداء وإفريقيا الصحراء، وبالتالي لا يمكن لأي قوة سواء كانت قوة أوروبية باعتبارهم الشطر الثاني أو قوة كبرى سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوزها في المسائل المتعلقة بإفريقيا. ثانيا أحببنا أم كرهنا، اليوم أمريكا هي القوة العظمى الكبرى، ضرورة بناء علاقات استراتيجية وضرورة بناء علاقات اقتصادية معها هو دعنا نقول ليس أمر لا مفر منه، ولكن أمر يدخل ضمن ما يسمى بالليونة السياسية وضرورة أمنية وسياسية في الوقت الحالي، حتى نخلق بذلك على الأقل شيء من التوازن للمشكلات الإقليمية التي تتواجد على الأقل على مسار الأحداث في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل الإفريقي. وبالتالي يعني انطلاقا من تحليل مضمون خطاب السفيرة الجديدة سواء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن لجنة العلاقات الدولية أو ما صرحت به قبيلة أو عفوا بعيد تنصيبها في الجزائر، ينطلق من درايتها لأهمية الجزائر إقليميا ولأهمية استناد أمريكا على الجزائر باعتباره مفتاح لكل المشكلات الإقليمية في شمال إفريقيا، فهي تنطلق ومن دراية بما على الأقل تحتل الجزائر من صلابة في الأمور الأمنية والعسكرية والاستراتيجية. إذا كان تسمح لي أستاذ سؤال هنا فقط، بالنسبة لأمريكا إذا كانت يعني حسب ما صرحته السفيرة أنه استقرار والازدهار في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتحدثت كذلك على النقطة الثانية اللي هي عمل الشراكة في محاربة الإرهاب، تعتقد أنه هناك مع يعني توافق يعني تام بالنسبة مثلا لرؤية واشنطن مع الجزائر في قضية مثلا دعم مالي، إذا نتحدث عن منطقة الساحل دعم مالي ومقترح مسار الجزائر وغيرها في قضايا الأخرى يعني؟ نعم، أولا في 2015 نعم معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية أوصى بعيد على الأقل انتخاب ترامب للرئاسة أن على أمريكا أن تبتعد عن سياسة الحذر التقليدي فيما يتعلق بالجزائر، وأن تتبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي، وأن تتوغل في السوق الجزائرية، وأن لا تدع بين قوسين الأمر على مسرحه بالنسبة لروسيا والصين، نغلق القوسين. يعني أنت تعرف جيدا ويعرف المستمعون ويعرف الجميع أن أول من قام بعقد اتفاق مصالحة بين الأطراف المتنازعة في الشمال مالي والسلطة في باماكو هي الجزائر في سنة 2015. 2015 وكان الجزائر دور كبير جدا، نعم ضمن ما يسمى باتفاق الجزائر. هذا الاتفاق استطاعت الجزائر من خلاله أن توفق بين كبرى القبائل في شمال مالي كقبيلة الفولاني وقبيلة طوغان عفوا، وبعض المناطق التي تشهد انفلات أمني. اليوم مالي هي من بين الدول التي ينطبق عليها واسم الدولة الفاشلة، حيث أنها تعاني العديد من الأزمات، وليس أكثر من ذلك أزمة التغلغل، أي أن الدولة بمفاصلها لا تستطيع أن تمارس أدوات الإكراه الشرعي على شمال مالي، وهذا يمثل حلقة ضعف بالنسبة لمالي وحلقة حرجة بالنسبة للأمن الإقليمي الجزائري، باعتبار أن هناك حدود كبيرة تربطنا بين مالي والنيجر، هما دولتان تعانيان عفوا من هشاشة
نعم منها شاشة البنية، أمام ما يسمى بتصاعد العديد من الأعمال العدائية من طرف بين قوسين من طرف تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي. هذه التنظيمات وغيرها اليوم تلقى حذرا شديدا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أمريكا اليوم تبحث حول دعامة، حول دولة محورية قطرية لها من الإمكانيات اللوجستية بما تستطيع على الأقل أن تسد من توغل هذه الـ 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 نعم هذه الأنشطة الإرهابية. كان الأمر بالفعل أن أمريكا أنشأت ما يسمى بالقاعدة العسكرية الأمريكية أفريكوم، وإن كان بين قوسين ليس هناك توافق جزائري أمريكي حول هذه القاعدة، ولكن ما يمكن الجزم به اليوم ليس هناك اتفاق استراتيجي، ولكن هناك حوار، نعم هناك حوار استراتيجي بين الجزائر وأمريكا. شكرا استاذ، شكرا وأبصر استاذ على هذا معذر الحوار. معذر وقاطعك سأعود، لكن نتطرق إلى الشق الاقتصادي بين البلدين. السيد الحيدوسي، يعني بالنسبة للتعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين خارج مجال الطاقة، احنا نعرف أنه كل التعاملات اللي بين وبين أمريكا منحصرة في العمل الطاقوي في البترول، وخاصة البترول يعني بشكل عام. نعم صحيح أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية ضربة في التاريخ، بدليل أنه ما أشار إليه الأساتذة الكرام وكذلك أشارت له السفيرة الأمريكية لما رجعت إلى القرن في 1700 ونظن 1795 95 حماية السفن الأمريكية في البحر الأمريكي الأبيض تجاري، بالتالي تعتبر علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية ما تحمي الأسطول التجاري لدولة ما، القوات الجزائرية، وكذلك تعود إلى الاعتراف الجزائري باستقلال أمريكا. وبالتالي العلاقات الأمريكية علاقات متميزة ضاربة في التاريخ، ورغم أن الجزائر بعد استقلالها، يعني الجزائر هي اللي اعترفت باستقلال، تقصد نعم اعترفت الجزائر باستقلال أمريكا، يعني وكذلك من أمريكا باستقلال الجزائر، ومن أول دول اعترافا باستقلال الجزائر هي أمريكا، يعني نعم. مثل أشار اللي هو الأستاذ في الثالث من جميع، لكن بعد الاستقلال شهدت العلاقات الاقتصادية، أتحدث عن الاقتصادية، أن بعض من الفتور، لأن الجزائر رغم أن مشات في نظام اشتراكي، يعني توجهت نعم المعسكر الشرقي، نعم أخذت النموذج الاشتراكي في الاقتصاد، وأمريكا كانت تقود النظام الليبرالي ونظام الليبرالي متطرف، إلا أن الجزائر رغم ذلك حافظت بانتسابها إلى دول عدم الانحياز، يعني نعم. حاولت أن تجمع بين الدولتين، بين الطرفي النزاع، وبالتالي مشات في طريق عدم الانحياز، إلا أن العلاقات الأمريكية الجزائرية في الجانب الاقتصادي حافظت نوعا ما على بعض الخصوصيات وبعض رغم الفتور، إلا أن بقات نوعا ما. لكن بعد الانفتاح الاقتصادي في بداية التسعينات ودخول وخروج الجزائر من النظام الاشتراكي ودخول في اقتصاد السوق المفتوح، يعني بدأت العلاقات الاقتصادية تنمو شيئا فشيئا، وشهدنا نزول عدد كبير من الشركات الأمريكية خاصة في مجال الطاقة، بحكم أن الجزائر دولة بترولية، دولة النفط والغاز، وبالتالي نزول عدد كبير من الشركات المتخصصة في المجال، وشركات الأمريكية مؤسسات شركات رائدة في هذا المجال، معروف على مستوى العالمي من الدول السباقة في استخراج البترول واستغلاله وتكريره وتسويقه. وبالتالي هل سيبقى في المجال هذا فقط أم هناك مجالات أخرى ستفتح لها؟ لكن في السنوات الأخيرة مثل ما تطرق إليه الزملاء، منذ 2015 يعني بدأت العلاقات الاقتصادية الأمريكية تأخذ منحنى آخر، مثل ما أشار الأستاذ التقرير الذي أشار إلى بعد، خاصة بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم، انفتح أكثر على الجزائر، ورأى في الجزائر كشريك وحليف استراتيجي في شمال أفريقيا، بوابة يعني بوابة، نعم بدليل، لا أتكلم فقط عن الجانب السياسي والعسكري، ولكن نتكلم عن الجانب الاقتصادي، بدليل أنه نزول بعض الشركات الأمريكية يعني بقوة، شاهدنا العلاقات والشراكة المميزة والناجحة بين شركة صنع الغاز الجزائرية والشركة الأمريكية لصناعة توربينات بمشروع ضخم يعتبر رائد على مستوى أفريقيا في صناعة التوربينات الكهربائية، واليوم
هذه الشركة استطاعت هذه السنة أن تصدر إلى مولدات كهربائية، توربينات ومحطات توليد كهرباء إلى دولة في الشرق الأوسط بمبلغ حوالي 400 مليون دولار، وهذا رقم متميز، وتعتبر أكبر شركة في هذا المجال متخصصة. وهذه التوربينات يعني نفس المحرك الذي يستعمل في صناعة هذا التوربين في توليد الكهرباء يستعمل في الطائرات النفاثة، وبالتالي يعتبر هذا إنجاز يعني خطوة عظيم، ربما حتى نحو طيران يعني صناعة الطيران. يعني لما تجيك شركة مثل شركة جنرال إلكتريك وتستثمر يعني تدير إنزال بهذا الحجم، يعني شيء جيد، ويعني يعكس يعني الرغبة الأمريكية في دخول السوق الجزائرية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية. كذلك في الصناعات الصيدلانية هناك شراكة مع مؤسسة عمومية كذلك الجزائرية في تطوير بعض المنتجات الصيدلانية والأدوية. كذلك رغبة الشريك الأمريكي في دخول المجال الفلاحي، شاهدنا أنه في الجنوب الجزائري والغرب الجنوب الغربي الجزائري في البيض شركات أمريكية بشراكة مع جزائريين يعني يريدون الاستثمار في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالذرة، كتربية الأبقار، يعني مشاريع يمكن أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الجزائرية الاقتصادية أكثر وأكثر. نعم، ومؤخرا فيما يخص قضية على الأزمة الأوكرانية، الآن هناك حديث عن ربما استعانة بالجزائر للتموين، ولا خليني نطرح الأستاذ التموين الغاز لأوكرانيا، يعني هناك مقترح يعني أنه ربما تتجه من الأخذ من الجزائر، يعني صحيح تمويل من الجزائر يكون، وهذا ربما لكن سيخلق خلاف مع الحليف الروسي. صحيح أن في الجزائر لو يتفضل معليش استاذ لا تفضل اختار نقاسم الاجابه. نعم، صحيح ان العلاقات في مجال الطاقه انه الجزائر تمثل حليف وشريك قوي لاوروبا، لكن في السنوات الاخيره بارتفاع الاستهلاك الداخلي للغاز خاصه هناك تراجع في السوق الاوروبيه وصلت حتى وصلت الى 8%. لكن ما شاهدناه في سنه 2021 يعني عوده ارتفعت الحصة الجزائر في السوق الأوروبية وصلت 14%، هذه نسبة يعني معتبرة لم تصلها منذ سنوات. قلت لك تراجع. شكرا أستاذ عيدوس، الوقت انتهى، نعطي 10 ثواني فقط ولا الأستاذ باختصار، هل سيتم أم لا؟ هل سيتم تعقيبا فقط على على طرحك أنه هل تتأثر العلاقات العلاقات الجزائرية مع روسيا لو وجدت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الجزائر كبديل للغاز الذي تستهلكه أوروبا عن طريق أوكرانيا وعن طريق روسيا؟ هنا فقط نريد أن أذكر بخاتمة هي أن الجزائر تبني علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم تتحول هذه العلاقة إلى علاقة تبعية محورية. الجزائر بنت علاقة مع روسيا، علاقة شراكة استراتيجية، لكن لم تتحول إلى علاقة محورية تبعية، وكذلك بنت علاقة استراتيجية شراكة استراتيجية مع الصين، لكن لن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة محورية تبعية، بمعنى أن الجزائر حافظت على استقلالها وحافظت على قرارها السيادي، والعلاقات هذه دائما تبقى علاقات ندية وإن كانت مع قوى كبرى. شكرا جزيلا بروفيسور ولد الصديق، الوقت انتهى، لكن إذا كانت تحب في 30 ثانية فقط اختم لنا أهم نقاط ربما ما تحدثش عليها في 30 ثانية لأن الوقت انتهى حكم ضيفنا. يعني لا تفضل. نعم، هناك نقطة أضيفها فيما يتعلق نعم بما أشار الأستاذ سابقا، فعلا أن الجزائر هي ليست دولة وظيفية، هناك للأسف الشديد بعض دول الجوار هي دول وظيفية تخضع لإملاءات الإدارة الأمريكية. الجزائر دولة ذات سيادة، وبالتالي الآن ما نتعامل به من طرف أمريكا على أساس أن هناك حوار استراتيجي، هناك العديد من الملفات ربما تحتاج منا وقت كبير جدا، ولكن هذا الوقت قد لا يكفي. لكن ربما أنا أعقب على مسألة الغاز. اليوم تعرف أن السوق الأوروبية أن روسيا تمول يعني 30% من نسبة الاحتياجات الأوروبية من الغاز. الأكيد أن احتياجات أوروبا اليوم سوف تزيد، وبالتالي أن حاجة أوروبا للجزائر خصوصا إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا سوف تزيد من حجم أكيد من حجم الغاز. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه سوف نشهد بعد آخر زيارة التي كانت في سنة 2015 لوزير الدفاع الأمريكي
يعني كانت ربما الزيارة الأولى والأخيرة لأرفع مسؤول قبل 15 سنة. سوف نلاحظ ربما زيارات أخرى، لأن هناك الكثير من الملفات. الاتجاه الذي يمكن التنبؤ به والاستشراف كآخر كلمة، أن هناك اتجاهين، هناك علاقات أمنية استراتيجية تبنى في الأفق، وهناك تعاون اقتصادي تجاري، وهو الذي لمحت إليه السفيرة الجديدة للجزائر. شكرا لكم. شكرا جزيلا بروفيسور ولد الصديق ميلود، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من جامعه سعيده، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه، كنت معنا عبر تقنيه سكايب، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونعود الى النقاش.